مجلس الأمن يعتمد قرار وقف القتال في السودان خلال شهر رمضان، وبيان مشترك بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدة الإنسانية إلى غزة بالتزامن مع تنفيذ الإمارات ومصر عملية الإسقاط السادسة للمساعدة الإنسانية. أهلا بكم. صوتت 14 دولة بمجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يقضي بوقف فوري لإطلاق النار في السودان خلال رمضان مع تدهور الأوضاع في البلاد، حيث بات ملايين الأشخاص مهددين بالمجاعة. ويدعو النص الذي اقترحته بريطانيا وامتنعت روسيا عن التصويت عليه إلى وقف فوري للأعمال العدائية قبل رمضان، ويطلب من جميع أطراف النزاع البحث عن حل دائم عبر الحوار، كما يدعو طرفي النزاع إلى السماح بوصول المساعدة الإنسانية في شكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المراجعة، ويحضهم على حماية المدنيين. وكان قد وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش خلال اجتماع للمجلس، وجه نداء إلى جميع الأطراف في السودان لاحترام قيم رمضان من خلال وقف الأعمال العدائية ولتطبيع الحياة المدنية. أصدرت المفوضية الأوروبية وجمهورية قبرص ودولة الإمارات والولايات المتحدة بيانا مشتركا بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدة الإنسانية إلى غزة. وقال البيان إن الوضع الإنساني في قطاع غزة مأساوي، حيث إن العائلات الفلسطينية والأطفال الأبرياء بحاجة ماسة إلى الاحتياجات الأساسية. ولهذا السبب أعلنت المفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وجمهورية قبرص ودولة الإمارات العربية المتحدة المملكة المتحدة والولايات المتحدة عزمها على فتح ممر بحري لإيصال المساعدات الإضافية التي تشتد الحاجة إليها عن طريق البحر. وأضاف أن الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لحشد الدعم لهذه المبادرة ستؤدي إلى إرسال أول شحنة من الغذاء عن طريق البحر إلى سكان غزة. وشدد البيان على أن حماية أرواح المدنيين مكون أساسي في القانون الإنساني الدولي ويجب احترامه، كما يجب على الجميع السعي لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. ومع تواصل عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية عن تنفيذ عملية الإسقاط السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة. ونفذت عملية الإسقاط بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها. وقام بتنفيذ عملية الإسقاط السادسة طواقما مشتركة من كلا البلدين عبر طائرات حملت على متنها 62 طنا من المساعدات الغذائية والطبية على شمال غزة. وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية طيور الخير إلى 293 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية. إنسانيا كذلك، تتفانى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منذ عقود لتبقى يد العون الممدودة لكل منكوب وجريح، إذ سندت منذ تأسيسها كل محتاج ولاجئ، فقضت أعوامها تسعى لضمان استمرارية تلقيهم كافة الخدمات الضرورية والإنسانية في التعليم والصحة والعون والرعاية، فما لبثت تنقد وتحمي وتأوي من هجرته الحرب وأخرجته الكوارث من دياره في مختلف بقاع الأرض. منذ تأسيسه في العام 83 حمل الهلال الأحمر الإماراتي شعار العناية بالحياة، بينما حافظت الهيئة على رؤيتها المتمثلة في الريادة والتميز بالعمل الإنساني في كافة حملاتها، والتي تعمل من خلالها على تحقيق رسالتها العظيمة في تعبئة قوة الإنسانية لمساندة المستضعفين. فكانت السباقة دائما، فترى طواقم الهلال الأحمر الإماراتي تهرع بكافة اختصاصاتها إلى المناطق المنكوبة لمساعدة المتضررين، غير أبيهين بانتمائه الديني أو بجنسه أو بطائفته. يقدم الهلال الأحمر الإماراتي المساعدة والعون للمنكوبين، وتسرع الهيئة وبحياد تام إلى إغاثة ضحايا الحروب في شتى أنحاء العالم، إذ تشمل الإغاثة معظم احتياجات الإنسان. وينظم وفد الهلال الأحمر الإماراتي حملات إغاثة للاجئين في عدد من الدول التي تشهد نزاعات متواصلة، كما نجحت الهيئة في إعمار عدد كبير من مخيمات اللجوء في فلسطين وسوريا ولبنان، وإقامة الوحدات السكنية المجهزة
بالخدمات الأساسية للمنقوبين. سلاسل من الإمداد البري والبحري والجوي حظي به قطاع غزة نفذته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي نظير ما يشهده القطاع من حرب همجية بربرية مستمرة لأكثر من 150 يوم، ولم يقتصر الدعم على المواد الغذائية والإغاثية، بل شمل مصانع لتحلية وتنقية المياه ومخابز لصناعة الخبز ومطابخ تجهز الوجبات المجانية لسد حاجة المواطنين في القطاع. بلادنا أيضا كان لها نصيب وافر من غيث الهلال الأحمر الإماراتي، ولم يقتصر دعم دولة الإمارات الشقيقة على القطاعات الحيوية كالطاقة والأمن والغذاء، بل امتد إلى مختلف مناحي الحياة. حضرموت استفادت من مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي، حيث ربطت جسور العطاء مختلف مديريات ومناطق المحافظة المترامية الأطراف، قوافل من المواد الإغاثية والطبية، وملابس شتوية تقي الأطفال برد مرتفعات حضرموت، ومشاريع مستدامة للأسر المتعففة في المحافظة، ومشاريع استراتيجية تخفف عن المواطنين مشقة الحياة الصعبة. اللواء الزبيدي يترأس لقاء موسع لقادة الوحدات العسكرية والأمنية الجنوبية، والنائب المحرم يناقش مع رئيس هيئة التشاور المصالحة الأوضاع السياسية والعسكرية، وبالتزامن هجوم عسكري واسع النطاق للحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن. ترأس رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية اللواء عيدروس الزبيدي اجتماعا موسعا لقادة الوحدات العسكرية والأمنية الجنوبية. وفي الاجتماع شدد الزبيدي على ضرورة تعزيز الانضباط في أداء المهام العسكرية والأمنية ومضاعفة الجهود في ميادين التأهيل والتدريب والحفاظ على الجاهزية واليقظة العالية وتعزيز مستوى التنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية في تنفيذ المهام، مشيدا بالبطولات التي حققتها القوات الجنوبية المسلحة في جبهات التصدي للميليشيات الحوثية ومواكبتها بانتصارات موازية في الحرب على الإرهاب. كما استعرض رئيس اللجنة العسكرية والأمنية العليا اللواء الركن هيثم قاسم طاهر استعرض أبرز ما أنجزته اللجنة في إطار المهام الموكلة إليها بخصوص ترتيب وتنظيم القوات المسلحة والأمن والارتقاء بأدائها وتطوير هياكلها وفق أسس علمية حديثة ومعاصرة. وطلب الاجتماع قادة الوحدات بالالتزام بآليات العمل الإعلامي العسكري والأمني. وفي سياق المباحثات السياسية لحل الأزمة، التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي رئيس هيئة التشاور المصالحة محمد الغيثي، وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في بلادنا والمنطقة وسبل دعم معالجات الحكومة للجانب الاقتصادي وأخذ الجوانب التنفيذية، خاصة ما يتعلق بملف الخدمات وتفعيل مؤسسات الدولة. وأكد الغيثي دعم القوى والمكونات والأحزاب السياسية لمجلس القيادة الرئاسي وحرص هيئة التشاور المصالحة على الدعم ومساندة المجلس نحو مزيد من التكاتف والتماسك لمواجهة مختلف التحديات القائمة السياسية منها والاقتصادية. وعن الجرائم الحوثية، قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الإرهابيين الحوثيين نفذوا هجوما واسع النطاق بمركبات جوية غير مأهولة في البحر الأحمر وخليج عدن. وفي بيانها ذكرت المركزية الأمريكية أن سفن وطائرات البحرية الأمريكية إلى جانب سفن وطائرات البحرية للتحالف الدولي أسقطوا 15 طائرة بدون طيار. وفي بيان آخر أضافت المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربة ضد صواريخ مضادة للسفن مثبتة على شاحنات تابعة للإرهابيين الحوثيين في مناطق سيطرتهم. كما ذكرت أن الإرهابيين الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن إلى خليج عدن على السفينة بروبيل فورجين التي ترفع علم سنغافورة دون أن يؤثر الهجوم على السفينة ودون وقوع إصابات أو أضرار. وفي وقت سابق قالت المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات ضد 4 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن ومركبة جوية بدون طيار تابعة للحوثيين في مناطق سيطرتهم، بالإضافة إلى إسقاطها 3 طائرات بدون طيار انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين باتجاه خليج عدن.
في هذا الصدد أعلن الجيش الفرنسي أن فرقاطة تابعة للبحرية الفرنسية تصدت لهجوم في خليج عدن بأربع طائرات بدون طيار. وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية في بيان على منصة إكس أن المدمرة الفرنسية التي تتواجد ضمن عملية الاتحاد الأوروبي أسبيدس لحماية الملاحة الدولية اكتشفت أربع طائرات قتالية بدون طيار مصدرها اليمن. فيما ذكرت القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي أن مدمرة فرنسية أسقطت طائرات بدون طيار كانت تحلق بشكل هجومي من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون وشكلت تهديدا مباشرا لحرية الملاحة. هذا وذكرت ميليشيات الحوثي على لسان متحدثها العسكري أنها نفذت عمليتين عسكريتين نوعيتين، الأولى استهدفت السفينة بروبيل فورجن والتي قالت أنها أمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية، وأضافت أن العملية الثانية استهدفت عددا من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن ب37 طائرة مسيرة، وزعمت أن العمليتان حققتا أهدافهما بنجاح حسب قولها. نشرتنا الإخبارية متواصلة وفيها أيضا: تخرج الدفعة التاسعة استجداد من لواء النخبة الحضرمي بالمكلا، وصول الدفعة الثالثة لميناء عدن من منحة المشتقات النفطية المقدمة من دولة الإمارات لتحسين خدمة الكهرباء خلال شهر رمضان، ومحافظ حضرموت يطلع على توصيات اللجنة الاستشارية وخطتها للعام الجاري. أهلا بكم من جديد. شهد لواء النخبة الحضرمية التابع لقيادة المنطقة العسكرية الثانية حفل تخرج الدفعة التاسعة استجداد دفعة الحسم البالغ عددهم نحو 446 جندي بحضور نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي لواء الركن فرج البحسني وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الثانية. بعد تلقيهم كافة فنون القتال والتدريب على مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، دفعة جديدة من قوات النخبة الحضرمية تتخرج لتشكل رافدا نوعيا لمختلف الألوية والوحدات بقيادة المنطقة العسكرية الثانية. عرض عسكري مهيب شهده حفل تخرج الدفعة التاسعة السجداد، كما تضمنت فقرات الحفل استعراض كمين مدبر والقبض على مطلوب أمنيا والخطوة السريعة عكست ما وصل إليه الجندي بقوات النخبة الحضرمية من تأهيل وتدريب وجاهزية عالية لتنفيذ المهام العسكرية. نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني خلال كلمته في الحفل أشاد بالمستوى العالي والمتقدم الذي وصلت إليه قوات النخبة الحضرمية، مؤكدا أن قوات النخبة هي أمل حضرموت ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط فيها أو التشكيك في قدرتها، يجب أن يكون الجميع على قناعة تامة بدعم قوات النخبة وعدم السماح لأي كان المساس بها أو الإساءة إليها. من ينظر إليكم اليوم وأنتم في هذا الطابور في هذا المستوى من التدريب وفي هذا المستوى من اللياقة البدنية والجسمانية، لا يقول هذا جندي عادي، يقول هذا طلبة كلية. هنيئا لكم هذا النجاح الذي وصلتم إليه.
قطار التأهيل قد انطلق، هكذا أعلنها قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب برجاش، محددا سيره واتجاهه في مختلف نواحي الإعداد البدني والنفسي والقتالي، مثمنا الدعم المتواصل واللامحدود من دولة الإمارات العربية المتحدة لقوات النخبة الحضرمية منذ تأسيسها وإسهامها في إنجاح العديد من الدورات التأهيلية والتدريبية. وهو اليوم ونحن ندشن وتخرج الدفعة التاسعة نعلن أن قطار التأهيل قد انطلق محددا سيره واتجاهه في مختلف النواحي التي تضمن الأداء النفسي والبدني والقتالي للمقاتلين وجعلهم قادرين على التفاعل مع جميع الفرضيات العسكرية ووسائل القتال الحديثة المستخدمة من قبل العدو. الحفل شهد في ختامه تكريم الجنود الخريجين الأوائل والمنضبطين والملتزمين خلال فترة الدورة، لتظل قوات النخبة الحضرمية حصن حضرموت المنيع ونموذجا فريدا يحتذى به في البناء العسكري على مستوى المحافظات المحررة. أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري أهمية التخطيط الاستراتيجي وفهم منهجية إعداد الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية، وأشار الوزير الزعوري خلال كلمته في الورشة التدريبية لأعضاء اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية، أشار إلى أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش الخاصة بإعداد الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية التي سيتم تنفيذها بعد عيد الفطر، داعيا المشاركين للاستفادة من البرنامج التدريبي بما يلبي حاجاتهم ومتطلبات المجتمع وتحقيق حماية أفضل للسكان. إلى ذلك شدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في اختتام ورشة التخطيط التشاركي للخطة الوطنية للحماية الاجتماعية، شدد على العمل وفقا للخطط والاستراتيجيات والعمل بجدية ومسؤولية على تحقيق الأهداف المرجوة من الخطة، مشيدا بالتوجهات الاستراتيجية المقترحة التي تمخضت عن الورشة وصولا إلى المنهجية المرجوة لإنجاح الخطة الوطنية لحماية الطفل كمرجعية وطنية والعمل على حشد دعم الممولين لتنفيذها. تفقد رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس معين الماس نشاط محطة الوزن المحورية الثابتة في منطقة الحسيني في محافظة لحج. جاء ذلك في زيارته الميدانية لمحطات الوزن على طرق محافظة لحج للتعرف على جهود المحطة في مراقبة الأوزان وضبط الحمولات المخالفة والتعامل معها في إطار القانون. وطلع الماس على نشاط الفرق العاملة وأبرز الأعمال المنفذة عبر الميزان من إجراءات ضبط وتفريغ الزائد من الحمولات والأوزان وما تقاوم من أعمال توعوية بأهمية اتباع النظم المعدة لتحديد أبعاد الأوزان على الشاحنات. وصلت إلى ميناء الزيت بالعاصمة عدن الباخرة بي إس دريم محملة بقرابة 42 ألف طن من مادة الديزل كمنحة مقدمة من الأشقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد هذه المنحة المقدمة من الأشقاء في دولة الإمارات هي الثالثة، وتليها خلال الأيام القادمة شحنة من مادة المازوت بقرابة 39 ألف طن وبإجمالي قرابة 125 ألف طن من الديزل و106 ألاف طن من مادة المازوت المساهمة بزيادة الطاقة التوليدية لتشغيل محطات الكهرباء خلال شهر رمضان في العاصمة عدن والمحافظات المحررة. في المكلا طلع محافظ حضرموت مبخوت ماضي على خطة اللجنة الاستشارية بالمحافظة للعام الجاري ونشاطها وتوصياتها للعام المنصرم، واستعرضت اللجنة آلية العمل للعام الجاري لمساعدة السلطات المحلية في المديريات بتقديم الاستشارات اللازمة وتنفيذ مشاريع تنموية صغيرة، وكذا ملخصا حول نشاطاتها خلال العام الماضي والتي شملت نزولات للمرافق والمنشآت الحكومية للوقوف على الصعوبات والرفع بمعالجات بشأنها للسلطة المحلية، إلى جانب تنفيذ دورات تدريبية في الحوكمة والحكم الرشيد وتنفيذ مشاريع تنموية لدعم التجهيزات في القطاعات الحيوية. وأكد محافظ حضرموت أهمية التوصيات التي خرجت بها اللجنة والاستشراف بها لمعالجة القضايا الشائكة وتطوير العمل في بعض المرافق والقطاعات الحيوية. كرمت السلطة المحلية بحضرموت فريقي نادي التضامن والشعب بمناسبة إحراز نادي التضامن مركز الوصيف والشعب المركز الثالث في دور الدرجة الأولى لكرة القدم. وفي الحفل شهد محافظ حضرموت مبخوت الماضي بالانتصارات المتلاحقة لشباب ورياضيي المحافظة في مختلف الألعاب الرياضية وتربعهم على بطولات الألعاب الرياضية على مستوى الوطن، مؤكدا أن الدعم سيتواصل لعودة أندية المكلا وسمعون والأهلي لموقعهما الطبيعي في الدرجة الأولى، كما ستشمل الرعاية جميع أندية المكلا
المحافظة. وفي وقت سابق تفقد محافظ حضرموت منشآت ناديي الشعب والتضامن مطلعا على سير العمل في استكمال إنجاز تعشيب ملعبي الناديين واستكمال الإنارة ومقصورتي الملعبين، وكذا سير العمل في استكمال الصالة المغلقة لنادي الشعب، موجها بسرعة استكمال العمل بالمنشآتين ومؤكدا اهتمام قيادة السلطة المحلية بقطاع الشباب والرياضة ودعم البنية التحتية للقطاع. في شبوة وقع محافظ المحافظة عوض ابن الوزير على عقود توريد قطع غيار لوحدات التوليد بمؤسسة كهرباء المحافظة بتكلفة 287,000 دولار. جاء ذلك خلال لقائه مع المدير العام لمؤسسة الكهرباء بالمحافظة لمناقشة خطة التشغيل خلال شهر رمضان وكميات الوقود اللازمة للتشغيل خلال الشهر، وكذا مستوى التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لضمان استمرار خدمة الكهرباء بأفضل مستوياتها. وأشاد المحافظ بن الوزير بالجهود التي تبذلها إدارة الكهرباء من أجل تحسين بنية إنتاج التيار الكهربائي بالمحطة ورفع قدرات نقله للمديريات. وفي سياق آخر، التقى محافظ شبوة المدير العام لفرع المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بالمحافظة المهندس عبد الله بقطيان، وطلع محافظ شبوة من بقطيان على مستوى سير العمل في مشروع البنية الأساسية لمنظومة الجيل الرابع من الاتصالات الخلوية بالمحافظة والذي يستهدف إنشاء حوالي 25 محطة أرضية لها. واستمع المحافظ بالوزير إلى شرح حول إنجاز الأعمال المدنية في 18 من المحطات ودورها في تغطية كافة مديريات المحافظة بخدمة الفرج الرقمي الحديثة. وفي شبوة أيضا كرمت السلطة المحلية بالمحافظة 3 من مديري العموم المتميزين في تأدية واجباتهم ووظائفهم الإدارية على الوجه المطلوب. وقام محافظ شبوة عوض بن الوزير بتكريم مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء بالمحافظة مهدي البورق، ومدير مديرية الروضة عاتق حبتور، ومدير مديرية رضوم هادي الخرمة بشهادات تقديرية وحوافز مالية. ودعا المحافظ بن الوزير أقرانهم من مديري العموم المحافظة ومديرياتها إلى التنافس في خدمة المواطنين وتقديم نماذج للإبداع في أعمالهم الإدارية. ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. تخرج الدفعة 9 استجداد من لواء النخبة الحضرمي بالمكلا. وصول الدفعة 3 لميناء عدن من منحة المشتقات النفطية المقدمة من دولة الإمارات لتحسين خدمة الكهرباء خلال شهر رمضان. ومحافظو حضرموت يطلع على توصيات اللجنة الاستشارية وخطتها للعام الجاري. نشرتنا الإخبارية انتهت، إلى اللقاء.